Bienvenue sur tout ce qui s'appelle de zéro à l'infini. Je me présente, Madame Manal. أهلاً بيكو على كل ما هو من الصفر إلى ما لا نهاية. معاكم مدام منال. ما تنسوش تدعمونا لايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد. وزيت خير على مستعدين؟ يلا بينا. الالفابي فرنسي، الأبجدية الفرنسية. الالفابي فرنسي، الأبجدية الفرنسية. الالفابي فرنسي، الأبجدية الفرنسية. لا لتر، الحرف. لا لتر، الحرف. لا لتر، الحرف. A avion, طيارة. A avion, طيارة. A avion, طيارة. A anana, أناناس. A anana, أناناس. A anana, أناناس. A أبي، نحلة. A أبي، نحلة. A أبي، نحلة. A ألارم، إنذار. A ألارم، إنذار. A ألارم، إنذار. A أرب، شجرة. A arbre, chagra. A arbre, chagra. A araignée, ankabout. A araignée, ankabout. A araignée, ankabout. A arc-en-ciel, koskozah. A arc-en-ciel, koskozah. A arc-en-ciel, koskozah. الفيديو ده علشان نتعلم فيه بشكل ابسط الصوتيات او طريقه النطق للكلمات اللي خدناها في الفيديو من شويه، ده علشان اساعد بيه الطلبه الجداد واساعد بيه الماميز علشان يقدروا يتابعوا مع اولادهم. وزيت بخي الونزي. اول حاجه كانت معانا الالفابي فرنسي. الالفابي فرنسي لو نلاحظ هنا حرف الار عندنا بقى لدغ. ليه؟ لان احنا عايزين نتعود على نطق حرف الار الدغ زي حرف الراء بالظبط عندنا بالعربي. للناس اللي بيبقى عندهم لدغه فيه بيقلب على غين او يقلب على خاء ساعتها على حسب نطق الكلمه. تاني كلمه معانا كانت لتر. لتر يعني حرف. لا لتر، لا لتر ا بي سي وهكذا. دلوقتي ندخل في اول حرف كان لا لتر ا. ا لو حد خبطنا او اتخبطنا في حاجه هنطلع صوت ونقول ا. ا هو اول حرف معانا في اللغه الفرنسيه. الكلمه الاولانيه كانت كلمه افيون. افيون، يون. عايزه المقطع ده يتنطق من هنا. طب ازاي انطقه من هنا وانا لسه ما خدتش قواعد الصوتيات؟ هنعمل حركه بسيطه، هنعمل كده ونحاول ان احنا نخنف او كان عندنا برد او مسكومين، فهنطلع الصوت اخنف شويه. انا عايزه الصوت ده يطلع يون. ما حدش يجي يقول لي يون، غلط. اف يون، افيون، افيون طياره. تاني كلمه معانا كانت كلمه انانا. انانا ما فيهاش اي مشكله خالص في نطقها. تالت كلمة كانت كلمة أبي. أبي، عايزة المقطع الأخير تشدوه شوية. ي. أبي، نحلة. رابع كلمة معانا كانت كلمة ألارم. ألارم، واتفقنا إن الأغ عندنا هتنطق لدغة زي حرف الراء في اللغة العربية. ألارم، ألارم. الكلمة اللي بعد كده كانت كلمة أخ. أخ، هنلاقوا قلنا
حرف إغ بينطق أو قالب على حرف غين أو خاء على حسب نطق الكلمة. الكلمة اللي بعديها أغنية أغنية، خلي بالنا إن المقطع الأخير ني، ما اسمهوش ني وما اسمهوش ني، ني أغنية عنكبوت. آخر كلمة معانا وكانت كلمة أكونسيال أكونسيال أكونسيال، خلي بالنا إن أون هتنطق من هنا وإحنا شرحنا إزاي نطلعها بالطريقة المظبوطة. أرك أون سيال أرك أون سيال قوس قصة. ما تنسوش تدعمونا بلايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد. ميرسي بوكو، أوفوار.